اسمينا إغبولة، 29 سنة، أم لولدين، وكنمثل مدينة مراكش في برنامج أحسن باتيسي. مجلة باتيسري أنا ما قريتش عليه وما عنديش فيه أن ديبلوم سبيسياليزي، ولكن غير أون باسيون أنا هاوية في مجال الحلويات. اكتشفتو في كورونا مني كنا حبسنا العمل بحكم كنت خدامة مسؤولة الموارد البشرية في الفندقة، وكنا حبسنا في أيامات الكورونا، وتما فين اكتشفت راسي أنني كنعرف نصايب الحلويات وكنصايب لي صالي. المهم صايبنا كلشي في هذيك المرحلة ديال كورونا. حلويات كنت كنصايبهم في الدار، حتى وليت الحمد لله كيجيني عليهم الطلب، وليت كنبيع فيهم شويه بشويه من الدار، والحمد لله يسر الله. ومن بعد تخطف راسي انني نقدر نعطي في هذا المجال. نقدر نقول اول واحد دعمني لهذا المجال هو ماما، حيت واحد النهار كنت صايبت ليها واحد لو غاتو دانيفيرسير وما تيقاتش انني انا اللي صايبته، وشجعتني وفرحت بزاف بزاف، حيت كنت انا هي هذيك البنت ديال المفشه ديال الدار اللي ما كتعرف تصايب حتى شي بيضه. دونك عاوناتني وقالت لي لا راه تقدري تمشي في هذا المجال. كنشكرها بزاف بزاف، ماما هي سببي في هذا الشيء ديال الباتيسري. دونك برنامج احسن باتيسي المشاركه ديالو بالنسبه لي جات غير دو باساج كي كنقولوا على غفله. كنت كنمر بواحد العام اللي شويه قاصح، كانت نفسيتي فيه عيانه وكان عندي فتره الحمل فيها، وواحد النهار جالسه غير في التليفون تبان لي لو بوست وانا نقول علاش لا ندير هاد التجربه ونجرب، ربما تخرجني من هاد الحاله النفسيه اللي انا فيها ويفتح لي ربي شي باب اخر ولا شي مكتب اخر في هذا المجال. وداكشي اللي كان. دونك صيفط ليهم في التليفون، حتى جاب الله اتصال عيطوا ليا وهاني في برنامج احسن باتيسي. التجربه ديال احسن باتيسي زوينه، وفيها عاوتاني الحاجه اللي ما مزياناش، كيف ما اي تجربه كيكون فيها الجانب الايجابي والجانب السلبي، ولكن اهم حاجه هو اننا نخرجوا من واحد التجربه غير بالايجابي، نتعلموا وناخذوا واحد الخبره سواء في المجال ديال لاباتيسري وسواء في الحياه. احسن ذكرى بالنسبه لي في البرنامج هي منين والديا دخلوا في هذيك الخيمه وجاو عندي فوسط من لا فينال، الوغ كو هذاك هو الحلم ديالي من اول المشاركه انني نوصل لهذيك لا فينال ونجيب والديا ونخليهم فخورين بيا، والحمد لله تحقق. هذاك البرايم اللي كان ربع نهائي واللي كانت فيه شاف ميركوت بالنسبه ليا كان اكبر فخر ليا في لا كارير ديالي اون جينيرال. نقدر نقول لكم انه هذاك لو كود كور وهذيك الطابليه الزرقاء كانت في هذيك الوقت نساتني كاع واش نمشي لا فينال ولا ناخذ اللقب، حيت بحد ذاته باش تكون ايقونه ديال لاباتيسري العالميه ميركوت تشكر هذاك الحلوه بهذيك الطريقه وتكون هي مفتخره فيها، اوتوماتيكمون كان فخر كبير ليا وغادي تبقى كيف قلت لكم هذه الذكرى في لا كارير ديالي كامله. التحديات اللي كانوا في مجال لاباتيسري في برنامج احسن باتيسيان نقدر نقول لكم انه كاريمون لا سبيسياليتي ما كانتش ديالي. انا يا دخلت لاحسن باتيسي على اساس نتعلم حوايج جداد ما كنتش عارفاهم، دونك هذا في حد ذاته تحدي. ملي كتدخل البرنامج وكتشارك فيه ديجا درت في الكاستينغ حاجه جديده ما كنتش كنعرف ليها كيك ديزاين، وعاود درت في لو تيستينغ اونترومي اللي ماشي عاوتاني في سبيسياليتي ديالي، وكملت في البرنامج في سبيسياليتي ماشي ديالي. دونك هذا في حد ذاته تحدي كبير. عاد عامل الوقت اللي كان بالضبط ساعتين وثلاثه سوايع حاجه اللي كانت اكيده في البرنامج، وعاد كنشوفوا ضغوطات اخرى وباغي توصل لا فينال باغي تحقق شحال من حاجه. دونك كاينين تحديات كبار في الباتيسري. البروف اللي كانت كتجيني صعيبه هي نقدروا نقولوا لا سيناتور، واخا تقدر تكون هي اسهل حاجه عند لي زامي ديالي، حيت لا سيناتور هي اللي خاصك دير فيها لا توش ديالك. اما تكنيك نقدر نقولوا كنت متعوده، حيت فايت ليا بحكم كان عندي محل قديم متعوده على هذاك الضغط وعلى هذاك لا سوربريز في الحاجه، ما كانش كتجيني زعما شي حاجه صعيبه. السينياتور ولا كرياتيف هي اللي كانوا كيجيوني شويه صعاب، حيت خاصك تبهر بهم الجنه وتحط البصمه ديالك في الحلوه ديالك وتقدر تقنعهم انها مزيانه.
النصيحه اللي عطاوني لجنه التحكيم وما نساهاش كانت من عند الشيف اسامه، كنشكرو بزاف حيت كيف ما قلت لكم لا باتيسري فرونسيز ما عنديش بها علاقه، وكنت من البريم الاول وانا لا كريم ديالي ولا كي كنقولوا لا موس ديما كانت كترونش عليا. دونك عطاني واحد الراي وواحد الملاحظه اللي غادي تبقى معايا دائما، انني لا كريم ما نطلعش بزاف، وهذه غادي تبقى عندي جمله. شكرا بزاف عليها الشيف اسامه. كنصح اي سيده اي امراه سواء مغربيه ولا كيف ما كانت، ما عمر تخلي الحلم ديالها وتلاشي الحلم ديالها بهذا المعنى. الا عندك حلم تشبتي به وكوني قويه وكوني طموحه اكثر واكثر، ما تخلي حتى شي ظرف يحطمك ولا يكسرك، بالعكس اي ظرف داز عليك خايب خذي قوه باش توصلي ما اكثر ان شاء الله. انا بغيت نكون احسن باتيسيه بحال ماما. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.